بسم الله الرحمن الرحيم خيارتي يا صاحب هذا هو ذا نجلا سعدو ملك استوى تشوكتان با سورو هذا ايان ان الله هي وافر يطبنك بشكو بادا سند الله بدا كوني افر يلا باتنك برنامج كان وحانكو سو قادن دونا هدي الله سبحانه وتعالى وقلادو هذا الكاكسو يري مدحوين مصطفى محمد عمر كديغانك سو ماريدا ايو دمبال كوبن وان ادريو شعبك ديغانك سوماليدا مرحلدا إيا حلقة لغوشيرو سانسانتا جيسك أفريكا هالكا أي مرايسو أي نوود أغنهي مدحويناها دولد ديغانك سوماليدا مصطفى محمد عمر أو مالينكا هوركاها دللي واحد لغوشيغي إسافقاراتكي كودي بيشاني لغشيغي مغالادا أدي سببا إيا عاصمدا دلك إيتوبيا أيا واحا وكوها داقي إن إساف قرد كاسي وفائدة وغتيرو يعني لبدا شعبه أما شعب كالديغان كالصومالي ده إنه فائدة وغتيرتو وحيا بكرو أيو كهد لي إن وحبان ما ركتاي تبادن هدا كغسي مشغول ما يوحا كالي لكن مدحويناها وحان لا يا هاي دي قدا انتاس أكاق الشي هاو دافي deeqada aad lugaha la gashay inta ha u dhaafin waan ogahay halwaan kuugu cudur daaraya anay u baa madaxweyne kule ama dadka Soomaalida aha ku yaqaan madaxweyne laakiin Ethiopia waxaad uun ka tahay barasaab ay iyagu xukumaan oo hoostaga Addis Ababa inaadan awaamirta ka soo baxaya Addis Ababa ka hor iman karina عيد وليبا واي اكتهي اناد ما ملكا اتوبيا حزبيغا لاشيغو انو تلادي ساهايو هجان كيسا اناد كوچيرتا اينا وا عداهاي غو امدا اما قوفكا اوغو سرهيا حكا سو بحان اما قد فرين ايو غلاد دحا ايو ما ملكا حزبيغا حكا سو بحاني غو امدا كاسو بحا سيدا قوف والبا وأوغو خسبان يهي إن آد أوغو خسبان تهي إيادان أوان أغن هاي تا كما ديگنا إن آد عير ديگاغا إيا نسبيات دادا إيا شخصيات دادا إيا أمد دادا آد قيم كودا كو حد قدبت وحيا لبادانو آدان رالي كاهاين أيا صوبة حيا وانا واحد لغوية قانا ما ملكا إيا يعني مارك تايتو سيستم إيتوبيا نو يبكسي حق جرتان مركا إنو إيتوبيا كهر لينو إيه أن أغنى هاي مرتبطة إيو درجدة أدهاي ساميشة أي تشوبتو كوا سوماليا أو دولادة لحكو جرانا أي جران إيس كم مدنا آتيهينو مدكينا أن وحبال لغو يدينين سلا أي وحود عيان قوان يسامينا أيضان كوبا ييلان كرين أو أي ممنوع تهي آتيهين أو كريا يعني مقاعويا لو موچينا يو انبولشادا سيدا قار بدن او كلا او كميدا هقانا دا ايا مسوريين تا واحا لغو شاقا يتوبيا قار بدن با ادين لاميدا واحا سامين تاليهي كولبا وا كوح دا مركا تالا دا هايسا شالاي تقري ايا سامين لها او قو آمدو اي كاقو ايا ما انتانا ارمو ايا سامين لي او قو آمدو اي كاقو ايا بلشوين كا كلا او دانا وينو اغنهي وحا مارك تاي ايهين كو ويسكو تاغي يعني قوانكا ارمادو ايو قرشياشو دا دي وحا اي اسلام مرايان ايو ويحا اي اسلاسو مراينا وينو اغنهي شالاي تكريه ايا دبك الله يساساري ماانتنا وحا كرسام ايا احمارو ايا ابي احمد ايا اسكو اف الكو ايا اديما ببيري ولينا من ديدو ديك بيلي اضحي اوالي سلادح ارديا hawlina koow ma joogto waxa weeye marka hawshu marka ay sida tahay adiga ka masuul deegaan Soomaali ahaan adiga ayaa maanta deegaanka Soomaalida madaxweyne ka ah ama ku magacaaban waxa doontaba yaani aad ku magacaawnaatid waxa laga doonayaa marka ummadani taariikh bay leedahay ummadani diin iyo dhaqan iyo qiyam bay leedahay إن آدم كوحاد قدبين ووحاين الرالي كأهين آدم كنبين
وحين الرال لك أهين إن هذا كن نبي إن هذا أغاتو درينك شعب كاغا هذا مامولك يهوغانك أدك ترسان تهي وين كور جلين كرتا دروفها كوغو حيران ما هين الكاميرا تسكا سوفريساتو وعبوي عبويان تاريخ با قرميسة تاريخ دا قرميسة بيج يبال حن ها إساق قرين والايسو باريري براها اللايسو تمانا يا بقا اللايس كحان شارين دونا برايا بلو اه باس با تاغن اذيقو درين كاغا حر امته لكن الى اي حد كد دال إناد وحقون أما وحبذن حيرسو أنا وانكو غاهي وانكو أقانا وانكو ماري تايتو دريمي كرا كورسيغا والا چعليا دادكو مركي كورسيغا تاقانا وحبذن بايساقا دحدر سما ما قرانا يباهل كانو وحا ماري تايتو إن يعني وطو أما بلايادا ماري تايتو قفكي ميشا تاقبا ماذا حيسا من جاورو غيسا ما قرانا يو لكن سيدي دوني باهن نقطو وحن كلية هاي واد هذا الشيء انت اكو اكو ادان مارك تايتو يعني اي صومالي او دان اني كلية ماهي يي اوغا حماتي هذا الكاقي او اي او ديبسادين وحل لغا هاد ليو ما اها هشيس وحل لغا هاد ليو ما اها اس دحقال ايو دقامو ايو تاري وحيالا مارتي نو عاسا ما اها وحل لغا هاد ليو وقيم iyo dul ay ummadii leedahay ma jiro meel loo dhaafo ummada qiyamkeeda iyo gobnimadeeda oo lagu xad gudbo meel loo dhaafa ma jirto qiyamka ummadii ay leedahay qiyamkeeda taariikheed qiyamkeeda dhaqan qiyamkeeda jiritaan isna waa lama taabtaan marka ummadii ay difaacanayso qiyamkeeda جريتان كذا يا عرض كذا يا دقن كذا يا تاريخ ذا يا دين كذا مركي أمة الدفاع عن يسوع أي إلى عشان يسوع أدق الله يسوع أهل كم يسوع وحلو بعهين يا هاي أمة داسنا أكمل تهاي هذا هو احترين إن هو كان إنه قنين إن خرسة ده هان إن إن هذا مو حيله أما واحد بعث هذا يسوع شيء أما أذيع أيسان عب إيو تاريخ حمو كاسو قارب هنلاقي هاي مركا مصطفى وحبذن وحبذن أيه شراء أمرين ما يمانت عقلي إيه عقون إيه جرشو إيه فهم مركل يلاهدو قف كلام إذا مو يعني قف كدير إنتو تاريخ ذن وال هيسا أدون كان والله صعطا أقويهن وحتى ميرا بذن كسر شقي هذا بدن أو كذا دوان أو عالم يا أسو شقيه قرمة المدوبي أنت أسو سنة أسو شقيني وحي آد يعني سميسة وواحد أبرئ لي إلا ما ده هيو وحبو يعني ماركتايتو إن ماركتا إن كهوس بحضي أما واسبق أما واسم بريح ذي لده ما هيو وهرب بني آدم كواسب قضاء واسم بريح ذا لكن أذيقو مرحلة ده يمشي أتشوكتو ayaa si dab ah aad u fahansan tahay iyo waxa laga hadlayo iyo waxa la doonayo intaba wadagtay Itoobiya waxay doonaysaa wadagtay Itoobiya meesha u socoto wadagtay Itoobiya rabitaanka iyo damaceeda ma aha mid tan adiga aad qaybta ka tahay ku bilaabatay taariikhda cidikaaga ma horeyso waad ogtahay waxaan ku leeyahay marka taariikhda iyo dhaqanka iyo bulshada Soomaaliyeed qiyamkeeda ayaa dhufays looga jiray hadaan dhinacaaga ka galeynin hadhaamin raxwiina mustaf inta salleh wixii de aan ka tagayna kulli xagga hoose ugu reebay insha Allahu ta'ala shacabka Soomaaliyeed halbaan leeyahay iyagana ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida halbaan leeyahay waa xaqiiq waxa tihiin kuwa Soomaalinimada lagu dhibaateeyo ama kuwa magaca Soomaalinimada dhibaatada ugu badan mar walba ay ugu dhacdo waa xaqiiq waxa tihiin kuwa dhigooda iyo dhaqaalahooda iyo naftoodaba
مر والبا أهري كهر تقع إيالا دقالنك عدوغا وحقيق وحاتهين جيسيال ووقتقا إيوايه كهيلي وحاتهين أمد إيادا لايسكو ديري لايسكو هركيني لايسكو بابي إيي مذيبا أمد من دي ديقلي كلبحي وحاتهين أمد عدو لايساقا ديقاي وحاتهين أمد إيادا لايستو ساي لو أريك سدي قبيالات قولو قولو إيرير هبل إتوبيا عيد إذن كتقاناه مجر بالله عليكم waxa aan sheegayaa haddii wanaag u aragtaan ay tahay Itoobiya ay idin sameysay oo aad ku qanacsan tihiin umada Soomaaliyeed ee kale u sheega haddii la qaybsato wanaagii oo dhaha Itoobiya waa mid wanaagsan waa mid sharaf karamo iyo cizzi u haysa cunsurka Soomaaliga ah horumarka baraaraha barwaaqada iyo nidaamka dawliga ah ee ay idin horseeday ee ay idin gaarsiisayna la wadaaga ummada ha ka qarsanine daganka taariikhda iyo jiritaankiina Itoobiya haday tahay mid difaacaysa ee heeganka ugu jirta oo aad ku qanacsan tihiin oo ku faraxsan tihiin la wadaaga ummada Soomaaliyeed iyadana oo u sheega mahsuulku wuxuu yahay idinka Itoobiya dadka ka yaqaana dib iyo dheefriix iyo raaxo waxa aad wada qabtaan ba idinka garanaya dad badan oo Soomaaliya oo ka daahan ama ay ka daahan tahay ayaa jira ee Itoobiya dadka uga warrama dadka Itoobiya uga warrama oo u sheega waxa ay tahay haday tahay Itoobiya mid cadaw oo idinka idin ciqaabtay oo Soomaalinimo darteed idin ciqaabaysay 70 sano iyo siyaado intaas oo halgana aad la gasheen welina aydan ka rajadhigin oo aydan quus ka gaadin in aad mar un ka madax bannaanaataan waxay tahay Itoobiya u sheega dadka haday doonaysay Itoobiya jiritaankiina dhaqankiina diintiina iyo cunsurka Soomaaliga ah in ay xidid siibto laakiin idinku aad adkaysateen idinku aad difaacateen luqadiini dhaqankiini diintiini akhlaaqdiini iyo jiritaankiini iyo taariikhdiiniba aad difaacateen laakiin Itoobiya ayna waxba u reeban u sheega dadka Itoobiya waxa aad isku tihiin dadka u sheega la wadaaga dad badan oo Soomaaliha ku jira wareersan waxaan idin leeyahay marka maanta idinka ayaa laydinku marmarsoonayaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed goorab uu hadlay waxyaabihii uu ku hadlay waxaa ka mid ahaa Soomaalida NFD bad bay leedahay Soomaaliland bad bay leedahay Jabuuti bad bay leedahay Koonfurna bad bay leedahay dhammaantood dekede iyo bad ballaaran bay leeyihiin sababta ay Soomaalida deegaanka Soomaalidu u weyday bad maxay tahay waa inaan iyaga bad u hela magacina la isticmaalaya tan hadalka ku khaldanahay waa iga qaban kartaan idinka magacina la isticmaalaya idinkana wanaag Itoobiya ay idin gashay taariikhda anigu kuma aragay hadii ay idin gashay oo maantana walaalihiin Itoobiya ay bad idin la raadinayaan oo xoog iyo xirfad iyo xeelad wax uun inay idin ku soo dhiciyaan ay rabaan dadka u sheega la wadaaga dadka maxaa la aamusan tihiin aaway aqoon-yahankii aad baan halkan ugaga mahadcelinayaa aqoon-yahan Faysal Cabdiroble oo marar kala duwan ama marar badan yacni ka hadlay xaqiiqda iyo waaqaca dhabta ah ahna axad yacni ilaahay ummaddan uu ugu deeqay oo mar walba waqtigiisa aqoontiisa wax walba u huraya ku dhiireen xaqiiqda iyo dhabta inuu ka hadlo laakiin waan dhaliilayaa kuwiina gudaha jooga ee deegaanka Soomaalida ah iyo kuwiina bannaanka jooga ee deegaanka Soomaalida u dhashay aad baan idin dhaliilayaa waan idinka warwareegnay
وارد كور وريجني لكن واحد مدة يعني لحظه كان يقول يا بار بموجناتين إذنك إيو محنكو إلى هذايتو يعني إنا إذا وحبك للدوانين وحنا هذا ينكو شيء جران ماي كوا وحدوني إدريس كينا أورمو تشيك تشيك أي صوت قالين تشيك تشيكو أي صوت قالين وين وقناه مال بيحرين أنا كسم استين دع الكحافلة هتشيك تشيك وحي لو قال دي بها ما كدع ميلاتيري جاي توبيا أيا قلبنا يا أوهر سعودي ماشي مقع عيوب بحيان تشيك تشيك حافلة هذا أفر كيلو متر حتى لما قالت ملاحي جاي ويبا قادي ما كان مرر كميال لها وحنو عسل ياضو مقع عيوها عيدا دفاعي متر كون إسا سارة أمبالي يقول قولان تشيك تشيك تشو شعب دي رذي متر قويس اللي يريد هذا قريك كون بأيوم باكا فرق فرق لها ماشا موش يجينا هذا من لو أول شيء هل كل جوس عضنا وات جرنا إنسان تيجي يلا دي مركز ربان بيقعدنا يعني لكن هذا دروك سبعة ترى دجان كي أرمد الله دورشنا يا خير هذا الله جود ريا أو بره ما أنت دجان كا أرمد أيو قيب كي يعني خير هذا دجان كا أرمد وهو أي مركز تك أورمان شنو يروح كفاش صور راعة ويدوم كهر صعدة أردها نقول بندورنا بد بندورنا وحبان ربنا إنا دعسنا أول على هن جاي توبي إنه وين أحسن هو عن عدود يا ود أيليهين اللي دوم كتلا يعتبر مدن ما هي سنة أيام ما أنت الصومالي بد كذا جوسنا إنا ده ووحلي يقني أما ولا سك كندعين أما حب الله حربتهم كقاعدة نيسا وشعب كديجان كصومالي ده وحن له الله علماء الدينك وضياش الدقنك أقول ياهنك كوا وحون قرشاء كتشفتو صومالي ويلين رو ريسا إذن كنا نقاها سيد دي ستين ملا حوينونا وحوين يري فإذا أيا شعب كديغان كصومالي ده وقلت يعني بداس إنا نقاضن أما أي توبي يقاض ملا حوينوه ووح يعني ما رتاي تو اسكدبيعيا إن ما رتاي أرمها نوع عاصو كلا الله هذا لكن هدي أن سيدنا بقوا هذا الله بحيث مصطفى وجه حقيقة يواقع عدبتها لكن ظروفها أيها هرتاجن كرسيجا كرسيجا معان لبكم ما أهم بحيث مصطفى هو كرسيجا إثيوبيا واحد هيوية قلنا إثيوبيا ماشي وسعته وقرنا إياه إثيوبيا عقل كذا يفهم كي يفكر كذا فوشح وقرنا إياه لكن ما أها وح هذا اللي يصير هو كرسيجا وحنلاقيها مركب كوين أن كرسيجا كوفردين إيه سكتشوجا وروح أون كهلا لفهم كرو وروح أون لفهم كرو كهلا سي أمدو أي إذن مقشو أضدك أشيجا ماشي يا أتشرتان يا موقف كين إذن منع عاي إذن منع عذاب مدى صوماليات لقد إذا فهمي سأيات كم تهين وحكرو أن إسكجد وأنهاي متشرتو هالكاس يعني إن كأم مستان أيوم بان ماري تايتو جرم واي ماشي أجبت لكن صومالي بدي يلم تهين وحجارة أو إن قد حيا أو أما ماري تايتو هذا أن إذن كجاه الله هاي متشرو جبوتي واي هذا شيء NFD واي هذا شيء كونفر واي هذا شيء وقوي واي هذا شيء إذن كهاري ما هذا كرتان داربتان عيا مركل أنا ملحوينه مصطفى عليه ملحوينه حلك وميرت مر والبنا مد مباتشوجا ما أنت ومالن كاجي مجا عاجا يا مجا عوحة الحكومته أنت آد شاكتي هو أكيد وأري مجا عاجا يا مجا عوحة الحكومته أنت هو أكيد أنت أصلا جعل هنا كل سوق بأخيرتي يا صاحب هذا هو ذا نجلا سعدوا تاني انت هاني سوقي معنا انو برنامج هذا حقا وقال الحسن او اذن له قريه قبل كودا تاني يسرق مقال دم بي في امان الله